حسن كرم، أنا لبناني دارس بلبنان، درست اقتصاد عام وتخرجت من لبنان ورجعت كمان درست MBA بلبنان وبجامعة دوفين والسوربون بفرنسا. اشتغلت بمجال الألمنيوم من سنة 93، اشتغل بلبنان حدود 10 سنين، رجعت سافرت شوي على أفريقيا ورجعت بال 2006، جيت لهون بال 2006، اشتغلت من خلال شركة موجودة هون، اشتغلت كمان بدومين الألمنيوم، ورجعنا بال 2008 قررنا نأسس شركة خاصة فينا بشراكة مع شركة لبنانية اسمها فولدا، عندها تاريخ طويل أكثر من 40 سنة بالألمنيوم بلبنان. أسسنا 2008 الشركة هون بقطر. احنا بال 2008 بلشنا الشركة، بنشتغل كل شيء شبابيك وأبواب ألومنيوم وزجاج. بلشت الشركة تقريبا شيء 7-8 أشخاص، وبعدين يعني هلا وصلنا صرنا شيء 80 شخص. بلشنا بس محصور شغلنا بشبابيك الألومنيوم والأبواب الزجاج، ورجعنا صرنا نوسع المجالات تبعنا، صرنا وكلاء احدى اهم الشركات بالعالم بشغله بسموها مينيمال سلايدنج، يعني بيعملوا شبابيك ارتفاع 5 امتار و6 امتار، الشبابيك الضخمه للفيلا الراقيه يلي فيك تعمل فيها شباك كامل ارتفاعه 5 أو 6 امتار. كما انه اخذنا وكاله ترانسن، هي شركه بلجيكيه متخصصه بكل شيء جلسات خارجيه، بيرغولايات للحدائق، وصرنا نحن الوكاله تبعها. كمان متخصصين بكل شيء موتورايزد، اسقف متحركه موتورايزد عن طريق رانسن، وكل شيء كمان تظليل، يعني بسموهم سان سكرين موتورايز، بيركبوا قدام الشبابيك كرمال يحموا من الشمس. هيدا دومين اكثر شيء، يعني هيدا نطاق عملنا. رجعنا كمان صرنا وكلاء شركه اسمها يونيلوكس، هي مخصصه بكل شيء شبابيك الخشب مدموج مع الألومنيوم، يعني بيكون خشب من جوا وألومنيوم من برا. هيدي شركة ألمانية. بالإضافة لهيك كمان نحنا صار من حوالي السنتين صار عنا شهادة بتسمح لنا إنه نصنع كل شيء شبابيك مقاومة للحريق بالمصنع تبعنا بقطر. التحديات الأساسية، نحن بال 2008 قلعنا، بال 2009 صار الفاينانشال كراش بالعالم كله ووقف سوق العمار، رجعنا قلعنا وراها.
والتحدي الثاني اللي كان مزعج هو خلال الحصار، لأنه واجهنا مشاكل كثير، بس كمان انحل بمساعدة الدولة والتسهيلات يلي عطوها الدولة، ورجعنا أخيرا مشكلة الكورونا. بقى كمان واجهنا مشاكل خلال كورونا جهة اليد العاملة والتسكير الإجباري ببعض المراحل، بس كمان رجعنا تقضيناها كمان بمساعدات من الدولة والتسهيلات اللي عملتها الدولة. فولدا قلت لك نحن شو التخصص تبعنا. هلأ عنا وكالات نحن حصرياً بنمثلها، منجرب قد ما فينا نقوم بجهد بجهد دعائي يعني لنقدر نستقطب المشاريع أو الزبونات. الشغلة اللي بتميزنا إنه نحن منا شركة كتير كبيرة، الهدف تبعنا على طول هو نقدم منتج زيت جودة، ما منشتغل شيء تجاري، ما منشتغل إلا خلينا نقول سيستمات أوروبية، يعني منشتغل سيستمات فرنسية بلجيكية، نحن وكلاء قلت لك لبانوراما سيستم سويسري، رانسن هو سيستم بلجيكي لكل شيء جلسات خارجية. إجمالاً ما منشتغل شيء تجاري، ما منشتغل إلا شيء يعني خلينا نقول مطلوب فيه نوعية معينة، ومنجرب قد ما فينا على طول نلاحق زبون تبعنا بكل متطلباته بعد التركيب. قوتنا انه موجودين هون، يعني نشتغل للزبون وبعدين منأمن الافتر سيلز يعني بأي مشاكل ممكن يواجهها الزبون. الهدف هو انه نطور فولدا قطر وانه نقدر نقدم خدمات زيادة، نوسع الخدمات اللي نقدر عم نعملها. قلت لك نحن بلشنا بس بالألومنيوم، نقلنا للألومنيوم مع الخشب، نقلنا لسيستمات أكبر. هيدا الدومين في كتير تطور، على طول عم نجرب نجيب الجديد. سو الهدف هو انه كمان نجيب شو الأجدد ضمن هالنطاق الشبابيك والأبواب، شو الأجدد بالسوق. سو هدفنا هو على طول نجيب شيء برودكت أجدد، ومن القصص المحتملة هو إنه نبلش نفتح على البلدان المحيطة من قطر. وأحد الأسواق اللي هلأ اللي عم نفكر فيها هو السوق تبع السعودية. زوجتي هو أساسي، لأنه هي يلي بتهتم بالبيت بالولاد، هي يلي بتكون حدنا وقت منواجه مشاكل، يعني كل شيء بيتعلق بالولاد وبدراستهم هو تحت رعايتها، لأنه بسبب شغلنا بالتعهدات سو هيدا الشغل شوي متعب، بيتوجب شغل تقريبا 6 أيام من 7 أيام بالجمعة، يعني أنجأ في عنا راحة، ومن 6 الصبح لـ7 8 عشية بقى التواجد بالمنزل بيصير شوي أقل، عشان هيك العبء كله بينتقل على الزوجة. مساهمتها يعني أساسية، هي اللي بتهتم بكل شيء، بالولاد بمدارسهم بتعليمهم بأخذهم وجايبهم على الأكتيفيتيز، بقى عشان هيك هي أكيد سند أساسي لإلي.
شكر كبير أكيد لسمو الأمير وللأمير الوالد، أول شيء لأنه احتضنونا بظل خصوصة الظروف الصعبة اللي عم بيمر فيها لبنان، وعطوا تسهيلات حتى للبنانية ليجيبوا عيالهم أو أهليهم ليجوا كمان لهون، خصوصة بالفترة الأخيرة لأنه تأزم الوضع كتير بلبنان، وهذا كان عامل ما في شك مساعد وأساسي بتطورنا وبنجاحنا بالبلد.